هي ابنة الشاعر الدكتور ميشيل جحا وزوجة المايسترو جورج مرعب، أخوها الملحن جوزيف جحا. كتبت ولحنت العديد من الترانيم الدينية والأناشيد الوطنية والأغاني الشعبية، سمعناها بصوت أبرز المطربين والمطربات. الشاعرة والملحنة مارينا جحا، شرفتينا. يسعد لي صباحك يا حبيبتي يا ميري، واليوم تحديدا بهالعيد سأبت ضيفي عندك على الموعد بهالبرنامج الحلو اللبق، يلي أنا لما بجي على مريم تي في بحس حالي ببيتي. وينعاد على الجميع اليوم بعيد انتقال السيدة العذراء مريم من النفس والجسد إلى السماء، هالعيد الرائع. أكيد أكيد مارينا، يعني أنت أكيد يعني بتنورينا بفنك بأصالتك. خليني أقول شو هالترنيمة الحلوة بلشنا فيها البرنامج، يعني هلا هالفقره الترنيمه يلي يعني تزامنا مع اعلان تطويب البطريرك اصفان الدويهي، كنا على موعد معه بالقداسه معمد من كلماتك الحانك وادائك وتوزيع زوجك المايسترو جورج مرعب. بدي اخذ منك شويه تفاصيل. يعني بدأ لما سمعت بتطويب البطرك اصفان دويهي حسيت دغري لمسني الفرح جواتي، وقلت انه اجى بوقته. يعني نحن بهالزمن الصعب بهالاوضاع اللي عم نمرق فيها لبنان، وخاصه هلا بالجنوب، وتحيه للجنوب لاهل الجنوب ان شاء الله يا رب عم السلام. ففعلا قدينا احنا مرق علينا بلبنان من بدء الثورة للكورونا لانفجار بيروت، ولم نزل عم نتخبط بهالأزمة اللي عم نمرق فيها والصعوبات. فلما سمعت بتطويب البطرك قلت ربنا دخيله قدام زودنا من نعمه بقديسينا، وانه لبنان مثل ما بنعرف ارض القداسة. فحسيت حالي دغري تحركت مشاعري من جوا وبلشت عم بكتب بالقداسة معمد، وقلت له وعيته بالقداسة معمد اكليلك صلاة وإيمان، وقلبك بالطهارة مزود يا بطرك أصفان، يا بطرك أصفان دويهي يا مجد لبنان. وصليت من قلبي وطلبت أنه يا رب قدي أنت مزودنا بهالنعمة بقديسينا يحل السلام وننعم بالراحة وبالأمان. فإن شاء الله تكون هالترنيمة أو هالنشيد الفرح، بقول عنه نشيد الفرح لأنه بدنا الفرح، بدنا المحبة، بدنا السلام، بدنا الخير للبنان. فإن شاء الله على أمل يكون هالنشيد خير وبركة وسلام للبنان. أمين يا رب. أمين. يعني بالفعل أنا شخصيا يعني عم بتقولي نشيد فرح، نشيد أمل. هالترنيمة يلي هي بالفعل نشيد يعني رائع، أنا شخصيا صرت سامعتها كذا مرة. قدي أخذ معك وقت تقريبا؟ يعني بدي أقول لك شغلي ميري، لما بكون عم بكتب فعلا ما بياخد كتير وقت. ليه؟ لأن من القلب طالع، من القلب، من إيمان. نعم. وبدي أقول كمان شكر كبير كمان
للمخرج إلي سليمان يلي فعلا أنا صار معي حدث صغير قبل ما يتم تصويره، كنت بأهدنه وبدي أحضر لأعمل الفيديو، فبصير معي هيك شغلة صغيرة، فتت مستشفى تعرضت لنكسة هيك، صحيح. بقيت نص نهار بالأوبيتال، وقلت له للبترك هون أنا وعم صلي له، قلت له لا ما تخليني وقت طويل، خليني خلص هالترنيمة اللي عندتها لإلك خاصة لتتشفع فينا، وأكيد نحن بانتظار هالتطويب المبارك لإلك، فخليني كمل هالترنيمة وصورها، وحتى ولو إنه تأخرت بس بنهار تطويبك تكون خالصة. وفعلا هيك صار عن جد، يعني قدرت لحقتها، وبتشكر المخرج إلي سليمان لأنه تعب معي على مدة يومين، وطبعا مثل ما قلنا بنتوزع المايسترو جورج مرعي بجوزي، وان شاء الله مثل ما قلت لك تكون دائما بركه وخير يا رب على لبنان وعلى الجميع. أسماء عديدة ونجوم بارزة ارتبط اسمك بأغانيهم بترانيمهم بأناشيدهم، إذا بدي أسألك العمل الأحب لقلبك كتابة أو لحنا تقدر تختاري؟ طبعا بختار بالبداية والنهاية هو الإيمان، تسلحنا بالإيمان هو الأهم، لأنه إذا ما في سلام جواتك وما في إيمان، يعني هيدي الزوادة اللي ربنا نعمني فيها بتشكره إنه عطاني نعمة هالكتابة هالموهبة يلي تغذيت فيها طبعا من فكر الوالد ببيت الوالد الله يطول لي بعمره. بس ما في أحلى لما بتكتبي هالترانيم الدينية، بتعيشي بسلام، وبضل عندي تعطش بقول له يا رب زودني اكثر لضلني اكتب ترانيم لمجد الله ابن العذراء ويسوع وقديسينا. فهي الاساس بالنسبه لإلي الترانيم الدينيه، بس بنفس الوقت بقول هالموهبه اللي ربنا كمان مزودني فيها، اللي عم بعمل من اعمال وطنيه، عم بكتب من اعمال وطنيه او اغاني شعبيه، بشكره دايما على هالنعمه اللي مزودني اياها، وإن شاء الله أكون دايما أعطي الكلمة الحلوة واللحن الحلو على يعني مجمل الألوان الفن الشعر والألحان. قد ايه يعني التنشئة خلينا نقول الاجتماعية بعائلة فنية أصيلة ساهمت ببناء شخصية مارينا وتركت بصمة يعني وثقلت أكيد نموها إن كان بالكتابة بالتلحين بالمجال الفني بشكل عام؟ طبعا سؤال كتير حلو. أنا بتشكر ربي دايما أنه ربيت ببيت الفن العريق من الثقافة والأدب والشعر، وهيدا الشيء غزاني كتير كتير وزودني أكتر وعطاني مسؤولية أكتر، لأن أنا الكلمة بعشقها من أنا وصغيرة، تأثرت بالوالد، فكنت شو ما يقول قصيدة أو شعر أو أغنية كنت دايما أقعد حده وأسمع وأحفظ شو يقول، يعني يعني كنت بفرح كبير اسمع الادب والثقافه. وفعلا حتى من ايام المدرسه كنت الاولى بالصف باللغه العربيه، فلما لقيت حالي انه عندي هالقد تعطش للكتابه قلت لا بدي نميها وغذيها اكثر. وطبعا لما الانسان بيكون عايش ببيت ثقافي بالادب هيدا الشيء بيعطيه اكثر من انتاجه الثقافي، وهي بنفس الوقت الموهبة، كل ما بتنميها كل ما بتعطي أكثر. وطبعا كمان خيي جوزيف كمان الملحن، بوجه تحية لخيي وللوالد، وهلأ خيي مسافر مشتقت له كتير، تحية كبيرة له يعني أكيد جوزيف جحا طبعا الملحن كبير أكيد يقبرني اشتقت له. فهالزوادي بالعيلة بالبيت أعطتني مسؤولية أكثر لحافظ أكثر على الكلمة وعلى رونقها وعلى جمالها وعلى أصالتها، تنضل نزرع الفن الأصيل بكل أطرافه. طبعا بتقولي لي الفن الأصيل نعم. مارينا قد ايه نحن بنفتقر، أكيد يعني موجود وبنسمع كثير من الأعمال، بس مقارنة بالواقع الفني يلي كثير يعني عم نشوف إذا بدك التسويق لعبة الريتنج يلي عم تلعب دور أساسي، شو صح، تقييمك للواقع؟ أنا صراحة زعلانة على اللي عم بيصير هلا. نحن في ضوضاء بالفن، يعني
منشتاق كتير للفن الأصيل وللزمن الجميل يلي وعينا عليه وربينا عليه، مثل أيقونة لبنان قاسة فيروز، والله يرحم كبير العملاق وديع الصافي، والموسيقار ملحم بركات، والصبوحة وكلهم، والفنان كمان الله يرحمه أستاذ إلي شويري وسمير حنا وإلى آخره. فنحن هلأ منحس إنه في كتير عم يطلعوا موجة من الفنانين ما بتعرفي اللون اللي عم بيغني شو هو، ما بتعرفي شو نوع الكلمة أو لون اللحن، وعم يطلعوا على السوشيال ميديا وعم نسمعوا على، يعني بتأسف إنه في بعض هالأغاني اللي عم تطلع مش لازم تطلع، لازم يكون في رقابة للكلمة وللحن. نعم. لأنه الكلمة مهمة إنك تسمعيها وتأثر فيكي لآخر، يعني تبقى مغروزة بفكرنا وبعقلنا، مثل ما الفنانين العظماء اللي عطوا للبنان الصورة الحلوة الفن الأصيل وزرعوه بالعالم العربي كله. بالفعل اليوم ليلة عيد السيدة، يعني 14 آب أكيد بدها تعم أكيد القضاديس والاحتفالات طبعا. رجاء الوطن، شو بدك تسمعينا من أعمالك؟ يعني أنا اليوم بفرح كبير أني موجودة مثل ما قلت لك معك بهالنهار المبارك بعيد انتقال السيدة العذراء، وأنا عملت لزوادي كتير للعذراء. خبرينا شوي، هي الملجأ خبرينا الوحيد شوي عن الأعمال يلي عملتيها والترانيم. عاملة كتير ترانيم للعذراء، عملت ترنيمة بعنوان إليك الكون يلتجئ، من كلماتي وألحاني ورنمها بصوت الفنان إلي خياط وبوجه له تحية. كمان يا أم حنونة يا مريم بصوت المرنمة هلا زرزور، وأيضا يا أم القداسي بصوت ساندريلا عقيقي. وعملة كمان للفنان أولى القصة يا سيدة فاطمة يا نعمة من السماء. فقد ما نعمل من ترانيم دينية لا تحصى ولا تعاد، كمان لمر شربل بنكمش من ترابك، شربل بعيوني مصور، وعملت له هلا ترنيمة جديدة رح تكون الله راد بصوتي. خبرينا عنها من دام عم بتقولي لنا انه في ترنيمة. نعم هلا بس لأتذكر عنوانها، هي كلماتك وألحانك. نعم ايضا. نعم. وعملها كمان لقديسي رفقة اربع ترانيم. من بيناتهم رفقة من الله هدية، رفقة اللي تألمتي، وهلا عاملها بسر القربان رفقة ركعت، ودخيلك يا رفقة، ولسيدة بشوات كمان هلا كمان رح تكون بصوتي، وترانيم ميلادية، ترانيم لعيد الكبير للفصح المجيد المبارك، وعدة ترانيم يعني دينية لا تحصى ولا تعد. لما كمان لمر يوسف، ل قلت لهم بعد كل شيء بعد شيء لا لقديسة مارينا عدل الإيمان ولسانت فيرونيكا جولياني، يعني كمية من الترانيم. ودايما وأكيد كمان بعيد ميلاد يسوع في احلى منه انه نكتب ليسوع. زوادي كمان كبيره، كمان لسيده العطايا للعذراء، وكمان لقلب يسوع، من محبستك شع النور، هيدي الترنيمه الجديده لبر شربل. من محبستك شع النور عطر قداسي وبخور، من محبستك شع النور عطر قداسي وبخور، محبستك كلمة جينا بتداوي الجرح اللي فينا، محبستك كلمة جينا بتداوي الجرح اللي فينا. صلي شرب المعنى، صلي صلي لمدى الدور، ومن محبستك شع النور عطر قداسي وبخور. هيدي لأول مرة بتنقال اليوم ببرنامج على الموعد. رائعة رائعة رائعة. شو السر مارينا؟ يعني بس نسمع حيلا ترنيمة، يعني اليك منحس كأنه خلص يعني سمعناها قبل، قديش قريبة هالأسلوب السهل الممتنع، خليني أقول نعم. أنا القريب يعني من العالم. أنت بتعتمدي هالأسلوب؟ بتعرفي بسأل حالي أوقات، أنا بحس دايما
طبعا لما بكون عم بكتب ترنيمة بكون كل حواسي وكل مشاعري بإيمان وبدمعة وبفرح الاثنين سوا، لأن دايما هيدا الشيء اللي بحسه، وبلاقي الكلمة دغري أنا وعم بكتبها بينسكب باللحن بلحظتها، ما بفكر إنه هلأ بدي أعمل لحن هيك. وفعلا بالفطرة يعني أنا ما درست موهبة اللحن، سوري ما درست الموسيقى أو أتعلم كيف ألحن، أو هي هيدي شغلة بالفطرة، فبحس حالي تلقائيا عندي هيدي سرعة البديهة، وطبعا الأسلوب السهل الممتنع مثل ما قلتي بيوصل دغري على القلب. وشو حال إنه لما بكون عم بعيش الكلمة من جواتي، من أعماقي من جوا. ف إن شاء الله إنه هيك دايما بسمع دايما مارينا دغري ترانيمك بتفوت على القلب وبنحفظها بسرعة، فهيدي عن يدين جد الله. نعمة عن خلينا جد نقول أكيد دايما بشكر ربي دايما وبقول له يا رب زودني أكتر من نعمك من نعمك. نحن قد ما تسلحنا بالإيمان بنضل عنا نقص، بدنا ناخد دايما كلمة الله، نمشي على المحبة وعلى التسامح، وهيدي المحبة يلي هي الأساس، مطرح ما في محبة بعم السلام بعم الفرح بعم الخير. إن شاء الله يا رب هيدي أكيد إنه ننعم بالمحبة قبل كل شيء تننعم بالسلام. طبعا طبعا، والمحبة أكيد بتبلش من داخل، من داخل النفس الإنسانية، وبتنطلق بعدها أكيد طبعا للخارج، أنا هذا بدي نوه الأساس. شغلي على المحبة وعلى التسامح. كمان أنا عاملة أعمال كتير للأب جان عقيق، بس بوجه له تحية كبيرة. بظل أوضاع الكورونا لما بطل نقدر ناخد السلام المسيحي، السلام تناخده بالكنيسة أو وناخد المناولة القربانة، فقلت له لأبونا، قلت له بتعرف نحن رح نضل ناخد السلام لو ما خدناه باليد، مزبوط نحن بناخده بروحنا بالروح الإيمان اللي جواتنا. فوقتها كتبت له شغلة بتقول أحبوا بعضكم بعضا كما أنا أحببتكم، وخذوا السلام وأعطوا السلام بقبلة المحبة، بقبلة التسامح، بقبلة الإيمان، فالله محبة. فما ما في أحلى من المحبة اللي ربنا بيدعينا فيها وبيقلنا حبوا بعضكم بعض مثل ما أنا حبيتكم، في أحلى منه هيدا السلام. يعني عم تاخدينا لمطرح تاني، انا عم بسمعك عن جد، يعني الله يباركك، ما الله عم نشبع يخليكي يعني، ما عم حبيبتي. نشبع يعني، اكيد المشاهدين مثلي ما بينشبع من ترانيمك مارينا. بدنا تسمعينا شي بمناسبة عيد السيدة، أكيد أكيد بدك أنا تختاري لنا شي يا كمان؟ أم الحنونة يا مريم، تفضلي. قديه نحن مبسوطين بحماية العذراء وبحنانها وبدفئة، وخاصة إنه لبنان كرسناه بقلب مريم الطاهر. طاهر أكيد. رح أقلك هالترنيمة الحلوة اللي كتبتها ولحنتها وأدتها كمان المرنمة هلا زرزور، بوجه لها تحية. يا أم حنونة يا مريم، كوني لنا كوني لنا نعمة السلام، شفيعة الآلام، يا أم حنونة يا مريم، منك العطاء إليك الرجاء، يا بركة الأرض هدية السماء، لا تتركينا يا مريم، تشفعي فينا يا مريم، أفيضي قلوبنا محب وإيمان، أنيري دروبنا أمر الزمان، كوني لنا كوني لنا
شفيعة الآلام يا أما حنونة يا مريم. قدمها لنا الوالد بس يسمع هالترانيم، وكل أكيد يعني مجمل أعمالك بيكبر قلبه. شو بيعطيك؟ أكيد يعني بعرف إذا في حال بده يعطيك حيالله ملاحظة بتكون أكيد بناءة، بس قديه بحس حاله فخور أنا فيك. لما بكون يعني لما بسمع الوالد أي عمل مثل ما قلتي تفضلتي قلتي بكون رايحة ومهدية قلبي، عتلاني هم عرفت بتحس. أكيد تحت مسؤولية، نعم لأنه الوالد بعدني نقطة ببحره ومجد كبير وتاريخ كبير بفنه وبأدبه وبفكره، فبكون رايحة وبقول يا رب إنه يكون عند حسن ظنه. ففعلا دايما بهنيني البابا وبقول لي تابعي وان شاء الله دايما بالنجاح المستمر. فشهادته تاج على راسي، وبحس بفرح كبير لما الوالد بيعطيني شهاده حلوه أكيد اكيد، وبدي ضلني بقول له انه ان شاء الله دايما ضلني على قد المسؤوليه. بنهاية هالحلقة بدي تخبرينا عن أعمالك المستقبلية، في كمان تعاون حيكون مع خيك ايه أيضا. طبعا اكيد، هلا انا كمان في تعامل في اشياء عملتها انا والوالد من كلمات والحاني، وفي من كلمات والحان خي جوزيف من اغاني شعبيه كمان، اللون الغرام والحب في احلى من الحب. أكيد أكيد يعني نحن لازم الانسان ما لما في عيش الانسان ما في بلا ملل، حب هي مشتقات المحبه، طبعا. الحب كلمه الحب هي من المحبه، ولها كثير ابعاد وجماليات وكماليات حلوه رائعه. فما الانسان كل ما بيفيد الحب كل ما بيفيد اكثر من معطاءاته، وخاصه الشاعر. فعندي زوادي من الاغاني الشعبيه انا وخيي جوزيف، وحتى عندي تعامل مع غير شعراء كمان، انا ايامات بيجيني كلام من شعراء وانا بكون ملحنتهم، فلعده فنانين. وان شاء الله بنزرع مثل ما قلت لك نرجع نرجع الفن الاصيل والزمن الجميل اللي نحن دائما بتعطش له، لانه لبنان بيتغنى بفنه بجماله بسحره بثقافته. لبنان من أهم بلد بالدنيا كلها، ما في أحلى من لبنان، وبدنا نضل نعطيه زوادي شاملة ومتكاملة. وأنا بالنسبة إلي رح ضلني فيد من عطاءاتي، اللي كان من ترانيم دينية ولا من أغاني وطنية، يلي كمان عندي إياها زوادي كتبت لبيروت للاستقلال. حتى بدي اقول انه كمان التجأت برغم بظل الاوضاع للعذراء، بقول يا سلطانه تسمى ابعدي عنا الوباء، يلي كانت كمان من بصوت الفنانه ليال نعمه. فهالتشكيلة اللي انا عم بتكون ان شاء الله دائما للاحلى والاحلى، ونعطي الصوره الحلوه بالكلمه وباللحن تكون نيره دائما، هذا اللي بطلبه. أكيد الفنانة الشاملة الأصيلة الراقية مارينا جحا، بالتوفيق الدائم. شكرا لوجودك معنا اليوم. أنا بدي أتشكرك ماري، وبدي أتشكر دايما مريم تي في فعلا يلي منورة بلبنان وبالعالم أجمع بكل شيء بتتحلى. يعني أنا شهادتي مجروحة بمريم تي في، وبتشكر كل القيمين على هالشاشة اللي بحبها من قلب قلبي، وبعيد كل اللبنانيين وكل العالم بعيد العذراء. أمين. لهون أعزائي المشاهدين منكون خلصنا فقرتنا مع الشاعرة والملحنة مارينا جحا، دقايق ومنرجع لكم.